تحدث عجلة العمل في مشروع شارع الموت الذي يربط موانئ البصرة مع المحافظات العراقية بعد توقف استمر لثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا، مع أخذ كافة التدابير الصحية من قبل الشركة المنفذة. يعني مثل ما تعرفون هذا الشارع أهم شارع يربط ميناء، أكبر ميناء في العراق هو ميناء أم قصر مع الخط السريع. هذا الشارع كان قبل يسمى بشارع الموت، ولله الحمد اليوم بجهود أحد الشركات المحلية اللي انحل المشروع إن شاء الله نسبة الإنجاز 60%. كانت معاناة كبيرة في هذا الشارع بزهق الأرواح بسبب المشاكل والحوادث، وكذلك الأخاليد العالية بسبب عدم تحرك التجارب الانسيابية بين الميناء والطريق السريع. هذا من ضمن مشاريع 2019 المعفية من قانون العقود الحكومية وقانون الموازنة. بلغت نسبة الإنجاز في المشروع أكثر من 60% في الشارع الذي تستمر فيه الأعمال الكونكريتية وطبقة الإكساء في مادة الأسفلت للشارع الذي يمتد من قضاء أم قصر إلى ناحية صفان غربي المدينة. مشروع إعادة تأهيل طريق أم قصر صفان تم إنجاز السيد الذهاب من أم قصر إلى صفان 100% للكونكريت المسلح، وحاليا المباشرة بأعمال الأسفلت من مقصر باتجاه صفان، أيضا الأسفلت مدعم بالبوليمر ينطيب فد مقاومة لتغير درجات الحرارة بين الصيف وبين الشتاء، وينطيب بقابلية لتحمل الأحمال اللي جاية. المباشرة بعد وباء كورونا تعرض المشروع إلى توقف ورجعنا عن قريب بس بمراعاة الشروط السلامة. قبل يسمونه شارع الموت، هذا الميناء قبل يسمونه كذا متفلش، تلالات تتقلب، يومية حادثة، هسه نعمة من الله. صب كونكريت وتبليط، ونريد إن شاء الله نتمنى من السيد المحافظ يسوي الشوارع كلها هيش. الشوارع سفان، لأن هذه تريلات، هذه الدنيا كلها عليه. العراق خيرات العراق كلها على المقصر، وإحنا شغلنا بمقصر، ويومية تريلة مخابرينا مقلوبة، يومية سيارة انقلبت، وعوائل هواية يتمت. بعد أن رفعت الحكومة المحلية الحظر الوقائي عن أعمال الشركات العاملة في المدينة بعد توقف استمر لأكثر من 3 أشهر، سيسهل حركة المواطنين لا سيما المشاريع المتعلقة بالطرق والجسور والمشاريع الخدمية. لقناة سامراء الفضائية ماجد الصقر، البصرة.